سأعرض عليكم اليوم فيلم خيال علمي ودراما وإثارة من عام 2017 بعنوان The Circle. تقع مي هولاند على زورق كاياك في وسط بحيرة، يرن هاتفها لكنها تتجاهله وتواصل ما يبدو أنه هوايتها المفضلة. ثم نتعرف على يوم عملها المعتاد في شركة مياه والرد على المكالمات من العملاء الغاضبين. لم ينتهي يومها المرهق بعد أن توقفت سيارتها في طريق عودتها إلى المنزل. تتصل بصديقها ميرسر، وهو رجل مفيد يساعدها في إصلاح سيارتها. على الرغم من عمله الناجح في إصلاح السيارة، إلا أن محاولته دعوة مي لتناول العشاء تبين أن الليلة كان فاشلاً. بمجرد العودة إلى المنزل، تتناول مي العشاء مع والديها اللذين يعشقان ميرسر، وبالتأكيد لا تخجل من اقتراح أنهما ينبغي أن يكونا زوجين، مما أثار استياءهم أن مي لا ترحب بالفكرة. يظهر جانب آخر من عائلة ماي خلال هذا العشاء. والد ماي لديه العديد التصلب ولا يغطيها التأمين. يوم آخر، فرصة أخرى، مقولة الأخبار. لذا توجهت بحماس إلى ذا سيركل في اليوم التالي للمقابلة. مقابلتك النموذجية ليس صحيحاً، لكن ماي تمكنت من النجاح وهي الآن جزء من تجربة عملاء ذا سيركل فريق. ثم تقدم آني ماي إلى العديد من المرافق التي تمتلكها الشركة من مقرات مختلفة أقسام الترفيه والرياضة. كانت ماي مندهشة جداً، ولكن بعد ذلك، قبل أن تتمكن من التعبير عن أفكارها بالتفصيل، تتركها صديقتها المشغولة للغاية بين يدي رئيس وحدة تجربة العملاء. يظهر ماي عرضاً توضيحياً لكيفية التعامل مع العملاء والمقاييس المستخدمة في التقييم أدائها. كانت ماي تأمل في الحصول على درجة أعلى من 90، لكن أوني طمأنت أن مجموع نقاطها البالغ 87 كان مرضياً في الأسبوع الأول. غطت الطمأنينة عندما جلس الأصدقاء في مؤتمر ذا سيركل دريم فريداي. يتم استضافته من قبل بايلي، وهو رئيس تنفيذي مسترخي يلقي النكات هنا وهناك أثناء تقديم أحدث ابتكارات الشركة سي تشينج. سي تشينج عبارة عن كاميرات صغيرة مثل العملة المعدنية، ويمكن تنفيذها في أي مكان دون أن تكون لاحظة. الدافع الأخلاقي وراء ذلك، وفقاً لبيلي، هو تعقب المخالفين والاحتجاز عليهم المساءلة من أجل إحداث تغيير في المجتمع. أعقب هذا الإعلان حفل يضم الفنانة بيك. ثم تأخذ آني ماي إلى مكان يرجى إعجاب والاشتراك في هذه القناة. نحن بحاجة إلى دعمكم للحفاظ على عمل هذه القناة. يرجى التبرع في مربع الوصف أدناه. شكراً لك. كان سري إلى حد ما، حيث تجعلها تقول عدم إفشاء لفظي البيان، حيث أن ما يجري هناك في غاية السرية هو المكان الذي يوجد فيه السحر يحدث. يتعين على أوني أن تسرع في اللحاق برحلة إلى أستراليا، وهذا كثير جدا بالنسبة لرحلات العمل إذا سألتني. ثم تترك مي وشأنها. تشق طريقها إلى الحفلة وتحاول بدء محادثة مع من افترضت ليكون زميل موظف. كان الرجل مشغولاً على هاتفه، ولا يزال يرحب بالمحادثة مع مي. نظراً لأنها بدت متحمسة لمنصبها الجديد، فقد خمن أنها كانت مبتدئة أو واحدة. أسماك الغاب، كما أحب بيلي أن يسميها. قال لها بشكل غريب مع تلميح من السخرية أن تستمر في هذا الإثارة كما غادر من أجل مسألة عاجلة. أمضت ماي عطلة نهاية الأسبوع في تجمع مع والديها اللذين يفخران بها جعلها أكبر شركة في البلاد. ما زالوا يحاولون إقناعها بميرسر، لكن ماي ليست مغرمة بالفكرة، وذهبت إلى حد قول بعض الكلمات الجارحة له ومهينة إلى حد ما. بمجرد عودتها إلى الطاولة مع والديها، خاض والدها حلقة ورافقته والدتها للداخل. تشعر ماي بالإرهاق وتذهب للتجديف بالكاياك لأنها تترك أحزانها تتدحرج على خديها على شكل دموع.
أسبوع جديد لمايا في ذا سيركل، وهي تتابع التغطية الإخبارية عن السيناتور عند التشكيك في نوايا الدائرة الحقيقية. قاطعها اثنان من زملائها في العمل يحاولون جعلها تشعر بالذنب لعدم حضور بعض التجمعات والأنشطة أثناءها عطلات نهاية الأسبوع والبحث عن المعلومات الشخصية التي يدونونها على أجهزتهم اللوحية. كانوا يبنون ملف تعريف لمايا ويريدون معرفة كل شيء عنها. يبدو أنهم يعرفون عن مرض التصلب العصبي المتعدد لوالدها الذي لم تذكره من قبل، وذهب بقدر ما يطلب منها اللحاق ب8000 رسالة جماعية. كان التبادل انتهاكاً صريحاً للخصوصية مغلفاً بغرض تعزيز الإحساس بالانتماء للمجتمع. تركت ماي في حالة من عدم التصديق، لكنها ما زالت تبذل قصارى جهدها لتعزيز جهودها، وأخيراً يحقق درجة مثالية. لديها مكالمة قصيرة مع والدتها لإطلاعها على صحة والدها. تشعر ماي بالأسف لأنها ليست هناك من أجلهم، لأنها تبقى في المسكن لمواكبة الأمر عملها. أثناء مكالمة الفيديو، لاحظت عمل صديقتها ميرسر الأخير، وهو ثرياً جميلة التي تشاركها في مجموعة مجتمع ذا سيركل. عادت بسني وهي تقدم مي إلى الدكتورة جيسيكا التي تجري تناولها الطبي. هذه ليست سوى البيانات اليومية المخزنة على سحابة الشركة والمتاحة عبر أجهزة الكمبيوتر اللوحية للموظفين. يعرض الطبيب وضع والدي ماي على خطتهما الصحية التي تأخذ ماي على عاتقها القمر لأنها فرصة لإنقاذ والدها. التالي هو مؤتمر من قبل توم مساعد بيلي، واستضافة مرشح في مجلس الشيوخ الذي يدافع عن المساءلة من خلال مشاركة البيانات عبر صفحة تريو. يدعو الطرف الآخر الآخر إلى حديث آخر غير عادي، هذه المرة مع موظف يعمل في مسح وتتبع قزحية العين. يتفاخر بالكيفية يمكنهم إنقاذ الأطفال من الحيوانات المفترسة بتقنياتهم. كانت ماي مندهشة حتى قيل لها إنه لم يتم من خلال سوار بلية، ولكن تم تنفيذ شريحة في العظم. بينما تحاول ماي فهم ما سمعته، لاحظت نفس الرجل من الماضي الوقت مشغول على هاتفه مرة أخرى. عندما تصعد الدرج لتحية له، يدفع هاتفه في جيبه، وبعده يتبادلون بضع كلمات. يقترح عليها أن يظهر لها شيئاً تمتثل له وتتجه إليه الطابق السفلي. عند تعريفها بالمكان الذي يتم فيه تخزين البيانات، يكشف الرجل عن هويته على أنه تيلافيت، مبتكر تريو، لا يوافق على تسييل البيانات الشخصية والتخلي عن الخصوصية. صدمت ماي، لكنها قبلت إبقاء هذا اللقاء سراً. في اليوم التالي لماي، زائر ميرسر الذي تلقى تهديدات بالقتل لوجوده قاتل الغزلان على الصورة التي شاركتها ماي مع المجموعة. مستاءة، ماي تتعدى على ممتلكاتها للحصول على قوارب الكاياك في الليل وتذهب إلى خليج مضطرب. لقد تحطمت من قارب الكاياك الخاص بها وتمسك بحياتها العزيزة عندما كانت طائرة هليكوبتر وعمال إنقاذ أنقذها. وفقاً لهم، فقد تم رصدها وحفظها بفضل كاميرات سي تشينج. ما يلي هو مقابلة أجرتها بيلي، حيث تحدثت ماي عن مدى إخافتها لها كانت التجربة وأنه بفضل كاميرات سي تشينج التي تم إنقاذها. ثم من خلال خطاب متلاعب ذكي، توصل بيلي إلى استنتاج مفاده أن كل شيء يجب أن يكون المشاركة، من الأنانية عدم المشاركة، وتلك الأسرار أكاذيب. ماي هولاند هو أول شخص لديه كاميرا سي تشينج محمولة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. وسط الحشود المنتشية التي تشيد بمبادرته، نلاحظ أن أوني في ذهول شديد على عكس شخصيتها المتحمسة السابقة وأيضاً تيل محبطة. وهكذا تتم مراقبة ماي وهي تستيقظ في الصباح وتقوم بأبسط نظافتها روتين لإجراء مكالمات مع والديها ويومها في العمل. إنها في أسبوعها الثالث من الشفافية، حيث يشاهده حالياً 2.3 مليون مشاهد.
عندما عادت إلى غرفة سكنها، فإنها تتحقق من أهلها من خلال الكاميرا الخاصة بهم وتلتقطها كونها حميمية ليراها العالم بأسره. ماي محرجة لكنها تحاول أن تتجاهل الأمر. تحاول التحقق منهم مرة أخرى لكن كاميراتهم مفصولة. في اليوم التالي، في طريقها حول الحرم الجامعي، اكتشفت آني، لكن الأخيرة تتجنبها وتستمر في المشي حتى تناديها مايا باسمها الكامل. لدى مي 3 دقائق من الفيديو لاستخدام الحمام، وهذا هو المكان الذي تحصل فيه على فيديو خاص تحدث مع آني الصقر، التي تخبر مي أنها عميقة في الداخل وهناك أشياء هي لا تدرك. خلال اجتماع حول التسجيل في التصويت، يقترح مي رفعه إلى المستوى المطلوب، إنه أمر إلزامي للجميع للتصويت من خلال الدائرة، بالنسبة للبلدان الديمقراطية المثالية حيث صوت الجميع مسموع. تحاول أوني إطفاء الإحساس بها أثناء الاجتماع ولكن دون جدوى. من ناحية أخرى، فإن فيكره تمجيد الدائرة من خلال هذه المبادرة هي أكثر مما رحب به بيلي. بعد ذلك يتم تسليط الضوء على مي عندما تعلن خلال مؤتمر أن فكرتها أصبحت ممكنة الآن، حيث وافقت 22 دولة على ذلك. خلال المؤتمر نفسه، قدمت سول سيرش طريقة للعثور على أي شخص في أي وقت أقل من 20 دقيقة، ولذا فهي تقدم عرضاً توضيحياً من خلال البحث عن هارب ينتهي به الأمر بالعثور عليه من خلال العيون من مليارات الأشخاص الذين يستخدمون ذا سيركل. هذا فقط يغذي الحشد المبتهج الذي يريد المزيد ويقترح الآن ميرسر. ترفض مي مطالب الحشد الصاخب لكن بيلي تتدخل وتجبرها على القيام بذلك. يراقب تي المؤتمر كاملاً. تم العثور على ميرسر من قبل الغرباء في جميع أنحاء الغابة، وهم يحاولون المراكبة في منزله أثناء الاتصال له قاتل الغزلان. تمكن ميرسر من ركوب سيارته لكنهم ذهبوا إلى حد اتباعه. تنتهي المطاردة بشكل مأساوي مع انجراف ميرسر عن الجسر أسفل الوادي والموت. تحزن مي في منزل والديها لمدة 4 أيام. تتصل بآني الموجودة في اسكتلندا وتحاول إقناعها بالتراجع عن الدائرة على وجه الخصوص بعد ما حدث، لكن مايا تبدو مغسولة مخ ولا تحاسب ذا سيركل، ولا يزال يعتقد أنه يمكن تحسين الخدمات لتجنب مثل هذه الحوادث. في طريق عودتها إلى العمل، اتصلت تي واي. يرفض مي اقتراح بيلي وتوم لاتخاذ موقف آخر بمزيد من المرونة. الجدول الزمني مثل تي واي لفايت، وهي تفرض حقيقة أنه يجب تعيين صندوق لميرسر الأسرة. يدعو تاي مي ويلتقيان تحت الأرض من خلال التخزين السحابي. أخبر مي أنه فعل ما أمرت به وأنه اكتشف أشياء كثيرة بالطريقة أكثر خطورة مما كان يعتقد، وأن موت ميرسر قد يغير قواعد اللعبة. أومأ مي برأسه وعاد إلى المؤتمر الذي استضافه بيلي. تنضم مي إلى المناقشة وتدعو توم للانضمام إلى المسرح أيضاً، وتستمر في الحديث عن كيفية بقاء ميرسر على قيد الحياة إذا لم يفقدوا الاتصال مطلقاً، لتبدأ من خلال تحديد الموقع والمعلومات التي يمكن الوصول إليها في أي مكان وفي أي وقت. ثم حملت كاميرتين من كاميرات سي تشينج والتفتت إلى بيلي وتوم طالباً منهما أن يكون كذلك شفافة تماماً كذلك. يتفاجأ الرجال ولكن الأمر يزداد سوءاً بالنسبة لهم، حيث يكشف مايا عن ملفاتهم الشخصية السرية منها وحتى المشفرة وترسلها إلى الحشود. هذا يمثل نهاية الاثنين، حيث يرتفع ماي ليكون الزعيم الجديد لدائرة أفضل. المشهد الأخير هو التجديف ماي على الخليج مع تحليق طائرتين بدون طيار فوقها. يتم بعد ذلك تصغير الصورة لتكشف عن مئات لقطات الفيديو من بلدان مختلفة وأناس مختلفون.
هذه هي النهاية التي تترك أسئلة بلا إجابة. هل كان ماي فيها مع تاي طوال الوقت تحاول التخلص من بيلي؟ ما هي التغييرات التي سيجريها ماي على الدائرة؟ هل ستفقد الخصوصية إلى الأبد؟ النهاية. شكراً لمشاهدتك. اشترك إذا كنت ترغب في مشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا. يرجى إعجاب والاشتراك في هذه القناة. يرجى تقديم دعمك عن طريق التبرع في مربع الوصف أدناه. شكراً لك.